إن دافعنا وراء هذا الطلب هو قانون الانتخابات الجديد الذي ينص على أن جميع الأحزاب السياسية التي لم تحصل على أكثر من 4% خلال الانتخابات الأخيرة أو ليس لديها أكثر من 10 منتخبين محليين في الولاية الواحدة تخضع لعملية جمع التوقيعات. في البداية لم يلقي طلبنا الكتابي أي رد، لكن إصرارنا أجبر في نهاية المطاف وزارة الداخلية على نشر هذه النتائج مؤخراً رغم أنها مؤرخة بتاريخ 4 سبتمبر 2012 وصدق عليها المجلس الدستوري. قمنا بطبع هذه النتائج ونترك لكم المجال لتحليلها وفك لغزها. ستجدون تشكيلات سياسية لم تبلغ نسبة 4% لكنها معفية من جمع التوقيعات، بل وأكثر من ذلك أغدقت بمعقاعد في عام 2012.